ونبدأ مساءات برنامجكم من عمان لأمسية الليلة بحديث عن مشروع بحثي، وهو أيضا من الفائزين في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2020. تفاصيل حول تقنية جديدة لتنقية المياه برفقة ضيفتنا الكريمة. نرحب باسمكم مشاهدينا بحليمة بنت خليفة الهيملية، ماجستير هندسة بيئية، وهي مساعدة باحث في قسم الهندسة المدنية بجامعة السلطان قابوس. مساء الخير حليمة، ونرحب بك في برنامج من عمان. مساء النور والسرور، وشكرا على الاستضافة. واجبنا. بداية نريد أن نتعرف أيضا على الفريق البحثي الذي يقف خلف هذا المشروع البحثي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفريق البحثي لهذا المشروع، المشرف على المشروع الدكتور عبد الله المأمون، وبعضوية الدكتورة طاهرة جعفر، وطالب دكتوراه صادق رحمن. جميل، يعني فريق بحثي اشتغل على هذا المشروع، وكان من نتاجاته فوزكم أيضا بالجائزة الوطنية للبحث العلمي عن فرع بالتحديد فئة حملة الدكتوراه في قطاع البيئة والموارد الحيوية. نأخذ المشاهد الكريم أيضا في تفاصيل فكرة هذا المشروع البحثي. اسم المشروع هي عبارة عن خلية تحلية ميكروبية، والاسم العلمي لهذا المشروع هو الميكروبيال ديسالينيشن سيل. فكرة المشروع أجت من خلية الوقود الميكروبيولوجية اللي ابتكرها العلماء من عام 1911. وخلال بينما الميكروبيال ديسالينيشن سيل اللي هي خلية التحلية الميكروبية أول ظهور لها كان في عام 2009. ومن ثم تم توالت الأبحاث والدراسات لرفع كفاءة وتطوير هذه التقنية. يعني هذه التقنية كيف تعمل على تنقية المياه من خلال هذا البحث، المشروع البحثي درستموه؟ ممكن تتخيلوا خلية التحلية الميكروبية بالبطارية تتكون من قطب سالب وقطب موجب، بينما الخلية التحلية موجودة في المنتصف. تفصل خلية التحلية عن القطب السالب غشاء يسمح فقط بانتقال أيونات السالبة إلى القطب السالب، بينما يفصل خلية التحلية عن القطب الموجب غشاء آخر يسمح فقط للأيونات الموجبة بالانتقال من خلية التحلية إلى القطب الموجب. نعم، يعني هذا المشروع يعتبر صديق للبيئة، وربما من الأهداف التي أيضا رميتم إليها هو وجود تقنية صديقة للبيئة. بالإضافة إلى هذا الهدف، ما هي أهداف هذا المشروع؟ خلية التحلية الميكروبية هي خلية متعددة الأهداف، بإمكانها تعالج مياه الصرف الصحي أو المياه الملوثة، وفي نفس الوقت تقوم بمعالجة مياه البحر أو أي مياه أخرى، بالإضافة إلى إنتاج التيار الكهربائي. نعم. طيب أيضا في جانب آخر، لابد أن لهذه التقنية تحديات، هل درستم هذه التحديات في هذا المشروع البحثي؟ مثل ما ذكرت بأن هذه خلية التحلية الميكروبية تتكون من ثلاثة خلايا، خلية القطب السالب، خلية القطب الموجب، وخلية التحلية في المنتصف. ففي خلية القطب السالب حقناها بالمياه الملوثة التي قد تكون مياه الصرف الصحي لإنتاج الإلكترونات ولأكسدة المواد العضوية المواد الكربونية الموجودة في المياه الملوثة. لابد من نمو ميكروبات معينة، هذه الميكروبات تسمى إكسو إلكتروجينيك بكتيريا التي تحتاج فترة معينة للنمو والتكاثر، فهذه الفترة نسميها بإنريشمنت ستيج التي تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 4 أشهر، ومن ثم تكون البكتيريا كفاءتها عالية في إنتاج الإلكترونات، وبالتالي انتقال الأيونات المالحة من خلية التحلية نحو الأقطاب. نحن نود أن نقرب ونبسط للمشاهد الكريم أكثر تفاصيل هذا المشروع، لعل لو يعني تحدثنا عن تطبيقاته سيتوضح هذا الأمر أكثر. نتحدث عن تطبيقات. ممكن استخدام هذه الخلية التحلية الميكروبية في معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق البكتيريا المتواجدة في المياه الملوثة. فهذه البكتيريا المتواجدة في المياه الملوثة تقوم بأكسدة المواد العضوية والمواد الكربونية الموجودة في المياه، ومن ثم إنتاج إلكترونات، وفي نفس الوقت تقوم بمعالجة المياه المالحة عن طريق انتقال هذه الأيونات من المياه المالحة عبر الأغشية نحو الأقطاب.
نعم، نحن نود أن نتحدث أيضا عن ذات السياق، لكن عن الأوراق العلمية لكم المنشورة في مجلات علمية دولية. كفريد وحاجة مميزة قمنا فيها في المشروع، قمنا برفع كفاءة هذه الخلية التحلية الميكروبية عن طريق زيادة عدد الأقطاب. ففي الخلية الاعتيادية يوجد فقط قطب سالب واحد وقطب موجب واحد، في خلية الرباعية لتحلية المياه زدنا عدد الأقطاب إلى قطبين سالب وقطبين موجب لرفع كفاءة انتقال الأيونات والتيار الكهربائي. وللتقنية أيضا تطبيقات أخرى، فممكن استخدامها لإنتاج الأحماض، إنتاج القواعد، وأيضا إنتاج الغاز الحيوي مثل غاز الميثان. نعم، هذا بالنسبة. طيب ماذا خلصت هذه الدراسة في كنتائج عامة؟ طبعا يمكن في تساؤل يسأله الجمهور، كيف تمكنا من معرفة انتقال الأيونات من التخليات التحلية نحو الأقطاب؟ دراسة الانتقال الأيونات كانت في دراسة مستقلة في ورقة علمية مستقلة، درسنا فيها كيفية انتقال هذه الأيونات من خلية التحلية نحو الأقطاب عن طريق أخذ عينات من خلية التحلية خلال فترات مختلفة. وعند فحص هذه العينات وجدنا تناقص كبير في تركيز هذه الأيونات مع الوقت. فكل ما قل تركيز هذه الأيونات في المياه المالحة، ذلك يعني أن المياه تتنقى أو صارت هناك عندنا معالجة للمياه البحر. بالإضافة إلى نفس الوقت تأكسد المواد العضوية والمواد الكربونية الموجودة في المياه الصرف الصحي عن طريق حسابة CO2 أو هو الكيميكال أكسجين ديماند الموجود في المياه الملوثة. نعم، أنا أختم هذا الحديث بسؤال عن تطلعاتكم المستقبلية فيما يتعلق أيضا بهذا المشروع البحثي. حاليا نتطلع إلى إنتاج قواعد أحماض، زيادة التيار الكهربائي المنبعث من هذه التقنية، أيضا إنتاج غازات حيوية صديقة للبيئة كغاز الميثان، وهذا أيضا يتماشى مع رؤية عمان 2040 لإنتاج الغازات الحيوي اللي صديق للبيئة. نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله. شاكرين لك وجودك اليوم في برنامج من عمان للحديث عن هذا المشروع البحثي. حليمة بنت خليفة الهيملية، ماجستير هندسة بيئية، مساعدة باحث في قسم الهندسة المدنية بجامعة السلطان قابوس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ونتحدث عن عمان الأرض والإنسان في التقرير القادم. متابعة طيبة لكم.